السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، متابعين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون يدوز عندكم بخير وعلى خير، ويدوز عندكم فرحانين ناشطين هانيين ان شاء الله. يا رب يا رب العالمين، وجمعة مباركة عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين يا ربي. صباحكم مبروك، وانا صبحت صابحا نعجن في المسمن او لا في نعجن في الملوي. غادي تجي عندنا واحد السيده، ماشي السيده، راكم كتعرفوها، هي نيت خالتي فاتحه، جايه عندنا مسكينه هي وبنتها. وانا كان عندي واحد الغرض اليوم، قلت قبل ما نخرج لهذا الغرض غادي نوض نعجن شي مليويات. بعدا تلقى ماما غير ما تحط، وكاين ديك شي شويه ديال الفاكهه تحطهم تحطو معاها. المهم الواحد يلقى ما يحط، ماشي بحال يلقى راسو مدروك وما لاقي حتى شي حاجه ما يحط. اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف 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 لانكم مسانديني، واقفين معايا واقفين معايا بلايكاتكم بمشاهداتكم. كنبغي دائما صراحه شي كلمه شكر اللي زعما تدخل لكم لقلوبكم، شي كلمه اللي تدخل لكم لقلوبكم مازال ما طحتش عليها. كنقول غير شكرا وصافي. والله راني ما كنعرفش هادشي ديال زعما اللي عطى الله هو هذا، زعما ما كنعرفش نبقى هكا. كنشكر بزاف بزاف بزاف، الشكر لله سبحانه وتعالى، وربي هو اللي غيجازيكم على كاع المجهود ديالكم معايا. هنا راه درت المدافي ليا والماما باش ولينا كنشربو هكاك في الصباح على الريق، وخرجني شي شويه ثقيل ولكن بديت كنشربو. بغيت نقول لكم غير المقادير ديال العجينه في عجاله. هنا درت البنات جوج زليف ديال الفرص مع زلافه ديال الدقيق الفينو او الدقيق الحرش، داك الصفر، داك الصفر الرقيق، شفتوا السميده البنات، داك اللي رقيقه بزاف هذاك هو الفينو. درت معاهم معلقه ديال الملحه، ودرت معاهم خماره ديال الحلوى من فئه 8 غرام، وعجنت كيف ما شفتوا عجنتها. وهي الصراحه غير كتجمعيها وكديريها في البلاستيكه، ولكن انا في الهويش ديال العجينه ضروري ما ندلك، دلكتها وكيف ما كتشوفوا ودرتها في البلاستيكه. هاد الملويه البنات ديال البلاستيكه بطريقه اخرى عمر لكم ما شفتوها عندي في القناه، قلت ضروري غنشارك معاها خواتاتي. هنا ملي خليت العجينه تقريبا كترتاح واحد المده ديال 10 دقائق، خديت واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه اولا الخميره المعجونه اللي متواجد عندكم، زدت عليه الماء من الروبيني وبديت كندهن فيهم هكاك من الفوق. عرفتوا البنات هاد الملوي هذا راه كيجي رهيب رهيب. والصراحة كنبغي كندير وكنبغي نشاركو معكم، وكنعجز على التصوير، وكين هاد المرة قلت لا والله ما نعجز، غادي نحاول أنني نكون كريمة أكثر مع خوتي انني نشارك معكم. شتوا البنات راه نتوما توريوني، بعض المرات كنلقى بانكم نتوما كتوريوني وشي كيوري شي تلعد مول الشي وصافي، يعني راه حيت ما كيتفرجوش فيه غير البنات اللي صغارات، كيتفرجوا فيه تبارك الله النساء اللي بعقلهم وعارفين وعارفين بحق الكوزينه. وقالك جرب سول مجرب ما تسول الطبيب، ماشي انا غادي نجي نقارن راسي بالناس اللي دايزين بالتجربه وعارفين عارفين. كاينه اللي كتشد العجينه كتلويعه في يديها كتجي على مزيناتها، وانا نبقى نبزر عليها ونبقى ندلك ونعاود، ما تجينيش بحال هذيك السيده اللي حياتها كلها مسكينه وهي كتوجد في الغداوات وفي العشاوات وطيب. زعما الله يسمح لينا منكم والله يسمح لينا من الوالدين. اول حاجه البنات هنايا خليت تقريبا واحد 20 دقيقه بما خمروا ليا دوك الكريسات، وسرحت هكا خديت الزبده. انا الصراحه ما بقيتش كنبغي نذوب الزبده، لقيت بان الزبده الا ما ذوبتيهاش كتعطيك نتيجه اكثر واكثر. والزبده البنات اللي عندي انا راه ماشي ديال التوريق، راها الزبده ديال الحيوانيه اولا سبيسيال كيف ما كنقولوا، اللي كتكون لذيذه وكتعطي اللذه. درت زلافه فيها الفورس، عفوا زلافه فيها الزيت، وزلافه فيها السميده اللي كتشيط ليا من الحرشه ملي كنبغي نبسس بها الحرشه اولا كنرش بها على الحرشه، قلت غادي ما نضيعهاش ونديرها. فهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا كنسرح كندهن بالزبده وكندهن بالزيت كنرش بالسميده وكنلوي بهذيك الطريقه، راه الفيديو شارح نفسه البنات. وكنبقى فين ما نجمع شي 5 ولا 6 ديال الشرائط كنلويهم على هاد الطريقه هادي البنات. تلوي الوجه اللي فيه السميده والزبده هو اللي يكون على دخليه في داك الداخل. انتم شوفوا البنات انا غادي نعاودها لكم، وكنعتذر على هاد الدق اللي كاين
جيراننا الفوق يمكن كيصاوبوا شي حاجه. فهنا مازال غادي نديكم معايا ان شاء الله الايكيا، باش ان شاء الله يا ربي يا رب العالمين يا ربي تكمل بالخير لينا وليكم. بغيت البنات نشوف غير واحد البلاكارات خاصيني الواحد البلان في راسي البنات، بغيت نشاركه معكم، ولكن ارتأيت انني ان شاء الله نوجد بعدا عاد باش تشوفوا البلان تعرفوا. فدابا غادي نديكم معايا ملي نكمل، غنديكم معايا ان شاء الله الايكيا، نمتعوا عويناتنا كاملين، نشوف الأثمنة ونعرف الأثمنة باش تائلة، ونوجد الثمن، يعني نوجد حتى الخلاص ديالو. راكم عارفين ملي تكون عندنا فكرة البنات ماشي بحال ما كتكونش عندنا فكرة، يعني كتمشي بفلوسك وكتمشي بكل شيء. صافي البنات ما كنبقى نرش ليه لا زيت لا والو، بقى هكاك مقابله كنقلب فيه حتى كيتحمر من جويه بجوج وكيتنفخ. شوف البنات ها هو راه بدا يتنفخ، غير الكاميرا جات الفوق ما جاتوش جنب الكاميرا جات الفوق البنات ما كتبينش داك النفخ ديالو. شوف البنات كي كيجي محلول كيجي مورق ومحلول، شفتو باقي سخون كيجي محلول البنات هكا ملي كيكون سخون البنات ما حدو سخون البنات، وحنا كنبقاو هكا كنضربو فيه صافي بحال كنجمع ثلاثة كنبقى نضرب فيهم بحال هكا وكنحطهم صافي ونكمل عاوتاني ثلاثة اخرين وهكذا وهكذا حتى ملي هذا كيجيني بحال هكا البنات. شفتو المليويات كيجيو وكيجي على مزيناته، ومازال البنات راه ما فيه لا سكر لا والو، يعني ما فيهش حاجه اللي غادي شفتو البنات كيجي محلول. كيجي البنات بحال الرزيزه. غير تبعوا البنات هذه الطريقه هذه غادي تعجبكم ان شاء الله، وانا غادي نكمل كاع هاد المليويات اللي كاينين، غنمشي نلبس حويجه البنات باش نخرج لانني تعطلت شي شويه. كنبقى هكا كنقلب حتى كيتحمر، لحقاش البنات حنا ما دايرينش ليه السنيده باش دغيا غيتحمر، هادشي علاش خاصنا نبقاو نديرو ليه الخاطر، نبقاو نديو نجيبو فيه الملويه حتى تحمر وتجينا على هاد الشكل هذا. هنا راه مع الاضاءه ما كتبانش مزيان، شوفوا البنات كي كيجي محلول على مزيناته. هانتوما البنات هادي ها هي راه باقا ما ضربتها ما والو، شوفوا كي جات مورقه، شفتوا كي كتجي مورقه من الداخل شفتوا بناتي. الى الطوموبيل مهمه بزاف، عرفتوا تخيلوا دابا جايه نص ساعه حتى طاكسي ما بغى يهزني حتى طاكسي، هاكي سمعوا ايكيا كيتخلعوا. ايوا يا المشاهدين اش غنقول لكم على التصافيرت اليوم، واحد التصافيره من داك الشي الرفيع، طاكسي مشى بيا حتى 17 وانا حالة فمي ساهية، قلت ليها سيدي واش باقي ما وصلناش لإيكيا، هو يقول لي ابنيتي راه فتناها، قلت له انا راه عمرني ما جيت ليها، قال لي صافي عابر كي انا غادي نردك، وجابني حطني هنا، حطني لهي فين كاين داك الكاميون اللي كيبان الراس ديالو صفر من تما، قال لي شديها الطوالة غيبان لك الباب ديالها. عرفتو حسيت باصي بحال سافرت ديفوليت شويه والله العظيم، هاد الجو والطبيعه والشجر والخضوره كيغيروا المورال الاحسن.
ايوا المهم يا البنات يا فتيات، جاتني السخفة. راه هو داك العلم ديال ايكيا اللي بالزرق والاحمر والصفر، راه هو شفتو؟ ايوا انتما نسانتم خارجين معايا بنات. دابا نتوما بحال راكم معايا كتعيشوا معايا المغامرات، مغامرات ما عرفتش كيبنيو كيصايبو تما شي طريق، وهنا على الخلا. مهم بقى التليفون في يديا، رحنا غنطلقوا وغتشوفوا هاد الفلوغ. ما بقاش ما شتوني ما شتكم تجمع لي فلوس تليفون اخر نطلقوا. لا ما كاين لا شفاره لا والو هنايا، لا ما كاين والو، الدنيا امان. الله يا ربي، الله الله يا ربي، ومالهم بعدين هاكون داروها شويه حدانا. شديت طاكسي احمر من تما البرنوصي، من البرنوصي شديت طاكسي بيض. بالنسبه للبنات اللي بحالي عمرهم ما جاوا الايكيا، الباب ديالها راه هو، وماكدو جات هنا. ايوا الباب ديالها راه هو فين جا. انا الصراحه ما عارفاش منين ندوز، غادي غير نمشي عشوائي وصافي. راه هو الباب ديالها، وداك العساس كيشوف فيا ودابا غيعيط عليا يقول لي اه لا لا اه لا لا فين غادا. ايوا لاباس ما عيط ما والو. شو تبارك الله الموبيلات وداك الشيء. انا قلت اليوم الجمعه، محال واش غادي، محال واش غادي يكون الناس وداك الشيء تكون حاله ساعه. تبارك الله كاين الناس هنا. هاد الطريقه البنات دايرينها للراجلين، ذكاء الخارق هو اللي قال لي هاد الهضره. فياش من ذكاء راه باينه. واخيرا البنات وصلت، يا ربي غير ما يكونوش دايرين شي موسيقى باش ما يجينيش التصوير صعيب، لحقاش الا كانوا دايرين شي حاجه ديال الكوبي رايت. شوفوا بنات هاد بيت الناس هنا، البنات راه كيديروا لك تقريبا واحد 45 متر ولا 50 متر كيديروا منه واحد البيت النعاس والشقه، الشقه انا وبيت النعاس، كيديروا منه بيت النعاس ودوش باش كيعطيوك واحد الفكره، باش حتى اللي ما عندهمش، اللي عندهم الدار مضيقه كيعطيهم فكره من هنا. بطبيعه الحال كيعطيكم فكره بلي برودوي ديالهم بالسلعه ديالهم باش تشجعي وتاخدي منها، وهذه فكره زوينه. دابا هذا الشيء البنات راه المهندسين كبار اللي دايرين هذا الشيء. المهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، ها انتم البنات هنا. هذا زعما حمام، خاصني نكبر باش تشوفوا اكثر. هذيك انا بطبيعه الحال. نتوما البنات شوفوا هاد الكليسه شحال زويونه، غنقول لكم حتى الاثمنه. عاد نمشي انا نشوف داكشي اللي علاش جيت. والله البنات الا بلاتي بانت لي هنا 1200، بحال تقولي 1300، ولكن بطبيعه الحال يمكن كل حاجه عندها ثمن بوحدها. طويب لفنه صالون حتى هو مصايبينو مقادينو. بنات الكوزينه، كوزينه فنه يا البنات. هذا شنو هو؟ هذا عود هذا البنات اللي دايرين هنايا، كيعطوك افكار زعما كيفاش تستغلي الكوزينه وكيفاش تلعبي عليها. هذا صالون الكوزينه البنات، الكوزينه انا كتقتلني على الكوزينه. الكوزينه رائعه، والفكره ديال انهم هكا لافابو هنا، بلاكار
الصالون، غنوريكم البنات هاد الدار دويره. كما شفتوا البنات انا على هذا الشكل، هذا علاش كنقلب، هذا داير 1099 درهم، قولوا 1000 درهم تقريبا. بحال انا ان شاء الله غادي يخصوني جوج من هادو، يخصوني جوج، ولكن خاصني تناخذ العبارات ديال البيت، ناخذ العبارات ديال البيت ونشوف الا غيخصوني جوج ولا غيخصوني ثلاثه. اما بالنسبه للون، فهاد اللون هذا البنات هو اللي انا، هذا هو اللي عجبني. كاين هنا ثاني في البيض البنات، ها هما بحال دابا هذا البنات داير 799 درهم تقريبا، نقولوا 800 درهم. كاينين الاشكال والانواع، وكاينين يعني اللي فيهم ربعة ديال الرفوف بحال هكا، كاين اللي فيهم، كاين اللي كيكون هكا على شكل مربع، وكاين اللي كيكون على شكل مستطيل هكا البنات، باش تشوفوا حتى نتوما اللي غادي يجيكم، تقدر تجيكم شي فكره ولا شي حاجه. دابا تقدروا دابا نتوما كتكونوا كتقلبوا على شي حاجه وتعمروا بها شي قنيته وما عارفينش، يعني يقدر ينفعكم هاد بحال هكا هاد المقطع هذا ولا هاد الفيديو هذا، يقدر ينفعكم البنات. انا اللي جايه عليه، جايه على هذا بشحمو ولحمو، ومازال انا هذا البنات راه غادي نبغيه مهزوز، ماشي غنبغيه محطوط، غادي نبغيه مهزوز ان شاء الله. كاين ثاني هاد الشكل البنات، كاين هاد الشكل هذا، ولكن هذا بنات غلا يمكن من الاخر، هذا داير 2295 درهم، هذا ديال راه مكاتبين هاد ديال البيبليوتيك ديال الكتوبه فين كيتحطوا الكتوبه، ولكن حنا حنا ماشي بطبيعه الحال، حنا الا جرينا هادشي ما غاديش نرجع على قبل الكتوبه، على قبل الحويجات ولا على قبل الديكورات ولا بزاف د الحوايج. هادشي زوين، خاص على الفلوس، خاص على الفلوس يا البنات، اما كلشي زين، كلشي زين، خاصك عاد تجي تحط رجلك في ايكيا يطيحوا عليك 60 فكره وفكره. نتوما شوفوا دابا راه استغليت ان الموسيقى اللي دايرين ماشي مشكل، ماشي شي اغنيه ولا شي حاجه، داكشي علاش كنهضر في الفيديو. كاين عاوتاني هادو، جبتكم عاوتاني البنات لهاد الدويره تشوفوها، جايين طالبين ضيف الله. شكون اللي غيستقبلنا؟ ما كاينش. هنا مع الدخله دايرين طابله كريسي ديالها، اون فاس ليها دايرين هاد البلاكار هذا ولاد الفيترين، الكوزينه هي هادي كيف ما كتشوفوا، خاص عشي خضيره نجي نطيب لهم هنا. دايرين فيها هادي، ولكن هادي اللي حاطين خفيفه دغيا تحرق. قولي حنا فاش بنتي فاش هنا دايرين لا هوت هنا كل حاجه كيديروا الثمن ديالو، كاين البنات هادشي غالي، شوفوا قولي 3000 درهم. هنا دايرين هنا هذا ديال الصبابط، وهذه بيت النعاس،
يتنعسوا دايرين هاد الكونه هذه ديال الوليدات الصغار. ها نتوما بناتو بيت النعاس كيخرج للصالون صويلين صغيور، والحمام هو هذا كيعطيو دابا هاد الافكار بالنسبه للناس اللي عندهم ديور صغار وما يعرفوش كيفاش يفصلوهم، وفي نفس الوقت كيطيحوا عليك شي افكار بحويجات اللي هما عندهم كتشري. ولكن هادشي زوين ما خايبش، هادشي زوين. هذا الحمام زعما ديال الدوش. انا تاني على الكلاس، شوفوا البنات الكوزينه كلاس 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 كلاس. بنات والله القسم، الا بنادم يجي يضرب عاب دويره هنا الاكي يخرج مفاجي عليه. هذه كوزينه فنه، شوفوا البنات الكوزينه قداش كوزينه كبيره. احسن حاجه، احسن بلاصه في الدار كلها هي الكوزينه بحق، الا كانت الكوزينه مصلوحه مزيان. هذه الطبيله ديالها، شوف الثمن ديال هاد الطبله، الكراسه كيفاش دايرين هنا. الطبيله دايرين ليها 2000 بري كومبلي ديال 2000 درهم، يعني بكل شيء. الكوزينه عاوتاني تليليجه صغيوره، حتى هي متوله هاد الكوزينه. انا عاوتاني على الكوزينات، كوزينه البنات حتى هي دي زوينه فنه. هادي شوف كيفاش دايره. هنا دابا راه حنا في الدخله، كتدخلي هنا هاد البلاصه دايرينها، تقدر تكون دايرينها لافيسيل. هنا البوطه، ها هي هذه البوطه، دايرين الثلاجه هنا، الفريرين ها هو الفران، داير بحال ماكينه الصابون، هو راه فران. اش من ماركه هاد الفران؟ روكي، اول مره كنسمع بهاد روكي. المهم هنا عاوتاني اش دايرين، دايرين هنا لافابو فين كيتغسلوا الماعن، وهنا راهي فين دايرين ماكينه الصابون. وهنا اش دايرين هنا فين كتخزني داكشي اللي كي اللي عنده علاقه بالصابون وداكشي. شوف هاد المقالي هادو ما عرفتش بشحال، شوف فين دايرين ليهم الثمن، ما دايرينش ليهم الثمن هنايا هاد المقالي هادو. بنات الكوزينه اللي عجباتكم خدوها، اللي عجبها شي كوزينه تهزها. احيانا هادشي خاص الواحد يكون جاي وجايب جاي وجيبو عامر باش زعما يتقدى. انا جيت على حساب دوك البلاكارات، ملي شفت الثمن ديالهم شفتهم سولتهم قلت لهم واش كيكونوا متوفرين ديما، قالوا لي اه. انا ثاني على الكوزينات ديال العود، النقا، ريحه النقا البنات كتشميها مع الدخله. كوزينه ديال العود كتكون رائعه، كتكون زوينه غير البنات. داك العود اللي اختاروا داك العود البنات اللي ما كيكونش اللي تيتقب، اللي بقى تيتكال. هنا دايرين جيرفليكس في الارض زعما باش يعطوا واحد اللون لهاد، يكملوا ليها هاد المنظر ديال العود. هذا شنو هذا بلاكار، هذا بلاكار ماشي بلاكار ماريو. هنا دايرين لافيسيل، كون غير يديروا البخي كامل. ايه ها نتوما ها هو دايرينو 67129 درهم، بحالا نقولوا عليين 7 المليون. واو واو، قلت 7 المليون ويلي بزاف. 7 المليون فيها، وين فيها هادشي كله اللي كتشوفوا فيه؟ يقدر يكون البنات هاد العود شوك، الا كان 7 المليون ما عرفت. عاوتاني انواع الاشكال البنات، والله هذه جلسه البنات في الجرده، جلسه في الجرده. يا سلام يا سلام يا سلام، جلسه في الجرده داكشي.
عنده الطوابل للبنات. المهم البنات انا غادي نشوف شي خريجه ونخرج نقلب على الطاكسيات عاوتاني اللي جابوني ردوني. غادي نحبس معكم فيديو هنا البنات. صراحه هادشي ما كي زعما ما كتحتاري لان شي كتشوفي الحاجه كتشوفي شي حاجه احسن منها، تشوفي ثاني تشوفي احسن منها، يعني شي حوايج هنا اللي واعرين. ايوا الله يجيب على الرزق. وغادي نحبس معكم فيديو هنايا. المهم انا جيت على قبل دوك البلاكارات، سولت الناس اللي مسؤولين هنايا واش كيجيبوهم ديما، قال لي ديما كيكونوا هنايا، وهذوك غادي يخصوني ان شاء الله. من بعد ان شاء الله غادي نقول لكم فاش انا محتاجاهم. المهم البنات السلام عليكم.